بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بنتناول الـ classification by power supply. نقول عندنا there are three basic types of power supplies. لما electrical power supply, pneumatic and hydraulic power supply. فهذه بسيطة جدا. بيقولي if the arm of robot is powered by electricity, it's considered to be an electric robot. If the arm is powered by hydraulic, it's considered to be a hydraulic robot. بيقولي the wrist and gripper may not use. يبقى كده أنا لازم أعرف وده الكلام اللي بأكد عليه. يبقى إذن عندنا الإلكتريكال والنيوماتيك والهيدروليك. نيجي يقولي لو بقى the wrist and gripper may not use the same type of power as the robot. يعني أنا ممكن يكون عندي هيدروليك روبوت وعندي الجريبر شغال بإيه بإلكتريكال سيستم. أوكي، تعال نشوف آخر نوع. يبقى ده النوع رقم 3 من الكلاسيفيكيشن. النوع رقم 4 من الكلاسيفيكيشن اللي هو إيه الـ LERT، واللي إحنا قلنا إيه عبارة عن LERT classification use the type of motion produced by each robot axis as a basis for classifying the robot. The four basic motion are linear, extensional, rotational, twisting اللي هم بيسموهم ايه ال LERT. تعال نشوف شكل الموشن. فلو جينا نقول الحركه اللينير، how to produce a linear motion. A linear motion is produced by a part moving along the outside of another part as in a rack and pinion system. في الراك اند بينيون سيستم ده الحركه اللي هي اللينير موشن. طيب تعالى للحركه اللي هي الاكستنشنال، how to produce extensional motion. An extensional motion is produced by one part moving within another part with a telescoping motion. اللي هي زي الانتن كده، زي حركة الانتن. نيجي للنوع الثاني اللي هو الثالث اللي هو ايه الروتيشنال موشن. عايزك تراعي حاجة ما بين الروتيشنال موشن والتويستنج. الروتيشنال موشن اعتبر ان انت عندك ايدك على الشولدر بتاعك وبتحرك ايدك وبتلفها في الهواء، دي بنسميها روتيشنال موشن. فيبقى اذا ايه الـ انا بحرك الدراع كله، دراعي مفروض، وبعمل له حركه دورانيه كده، دي اللي انا بسميها روتيشنال موشن. يبقى روتيشنال موشن it be used by turning about something other than its center. ده اللي هو روتيشنال موشن. اما التويستنج موشن هو دايما اللي يحصل كونفيوجن بين الاثنين. قال لي لا، انا لو رجلي ثابته في الارض وبعمل تويستنج زي ما بنقول كده، حاطط ايدي فص وبعمل حركه بلف، يبقى انا كده بدور ايه، بلف جسمي حوالين ايه، حوالين السنتر بتاعي، بعدين اللي بسميها تويستنج موشن. لذلك يقول لي تويستنج موشن از برودوس باي اي بارت تيرنينج اباوت اتس سنتر. يبقى دي ايه الاربع حركات المختلفه اللي هي ال لينير، ار روتيشنال، E extensional، T twisting. دول الأربع حركات اللي بنعمل بيهم. ده بنصنف بقى الروبوت على هذا الأساس. يعني مثلا الروبوت اللي قدامي ده example، ده exercise أنا عايزك بقى تحله. بيقول according to LERT classification system classify the following robot. قول لي بقى أنا عندي كم واحدة دي؟ مثلا إيه، أدي اتنين linear وادي، طب هل دي rotational ولا تويستنج؟ لا، دي اهو، دي عامله زي دراع، انا مثبت دراعه وبلف كده، يبقى دي روتيشنال ودي روتيشنال. عندي البيز ده بيعمل ايه؟ تويستنج. وعندي انا مش عايز اقول بقى اكتر من كده، عايزك انت تعرف تجمعهم. يبقى بتكتبها ازاي دي؟ يعني مثلا انا عايز اقول ايه، هكتب دي ازاي؟ فاجي انا مش اتنين لينير، يبقى اكتب كده واقول له ايه ال 2، وبعدين عندي كام واحده روتيشن، يبقى ار. انت بقى تكملها بقى، شوف انت هتحط هنا ايه، الاكس دي هتحط مكانها كام، وبعدين في هنا انا عندي لينير وروتيشنال، في اكستنشنال، مفيش اكستنشن، يبقى ده هنا الاكزامبل ده هيبقى ال ار تي. كام تي؟ اهو واي. شوف الاكس هتشيلها وتحط مكانها كام، والواي هتشيلها وتحط مكانها كام. بكده نكون وصلنا لنهايه هذا التشابتر، نراكم ان شاء الله في التشابتر القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.